تاني يوم من اختبارات التربية الرياضية. صلينا ولبسنا قرش البرفن، يلا يا ابني هات الساعة، البس الساعة والكمام عشان الوعي زي ما هم حضراتهم طالبين. كانوا أيام تعب بجد. حضر شنطتك ويلا. نسيت أوريكوا اللي في الشنطة، الشورت والتيشيرت عشان نكمل بقية الاختبارات. لبس الهيئة، كمدرب بيلبس ترينج، كطالب بيلبس أو لعيب بيلبس قميص وبنطلون. والساعة، اقفل الشنطة بنجاح. كوباية القهوة الجميلة بقى فين؟ فين؟ أيوة كده، حضر كوباية القهوة اللي ممكن لازم تظبط يومنا. ونزلنا على الكلية بنجاح، طلعنا وركبنا المترو ونزلنا جامعة القاهرة. وصلنا الكلية، دخلنا الساحة عشان نقعد ونستنى اليوم التاني. وهنا كنا مريحين شوية مستنيين أول اختبار، وجينا من تاني اختبار وريحنا هنا شوية. أيوة كده. هنا كان في واحد بيعاكب. هنا كان في فاضل 3 اختبارات. هنا أخويا محمد اللي مش هيبقى معايا في الكلية، كده كان فاضل اختبارين. دخلنا اختبار السماد، 100 سؤال في 3 دقايق. وهنا قعدنا مستنيين اختبار المهارة، أنا وأخويا محمد اللي برضه مكنش معايا في الكلية. ولبسنا البدلة بنجاح، ظبطنا البدلة، بنتأكد البدلة مكشكشة من ورا ولا لأ، بنعرضها. أيوة كده مكشكشة. ابتدينا هنا نعرض الكتات اللي المفروض نخش نلعبها جوه، اللي يعرف اسم الكتات يكتبها. ظبطنا البدلة قبل ما ننزل. خرجنا من اختبار الرياضي بس قتلته. العميد قام سلم عليا وحياني جدا وسألني معاك حزام ايه وتقول اتنين دان، وسألني انك مدرب قلت له اه، وبجد قتلناه ربنا يوفقنا. بعد ما خرجنا الرياضي لان هي لعبتنا لبسنا الهيئة بنجاح، تم قبولنا بنجاح. بس اخويا محمد مجالوش القبول الحمد لله.